وأوضحت السنة أن الموت خير من أن يواجه الإنسان الفتن. قال صلى الله عليه وآله وسلم في المسند عن محمود بن لبيد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان يكرههما المرء، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل له للحساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي كان يستعيذ بالله من الفتنة، يقول: أعوذ بالله من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. بل لما رأى كما جاء في السنن، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام قال: يا محمد قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة، هذا موضع الشاهد، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فكون الإنسان يموت خير له من أن يواجه فتنة لا يدري ما هو حاله فيها.